الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكي التسليم. أما بعد، نوضع مع بعض في سنحات إلى حديثك كنت لي سنحات كان مشارك شو اشتاقني حديثي عند إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى باب الصدق رمت أيو بابها رمت للشيغة. الإمام النووي رحمة الله عليه سام رو جر بخشو برا رجيني وحو أرر وغلية رتو كاس وخشو أرورين دونو أحاديثة آية القرآن القرآن وحسن كان للملها ما فرطنا في الكتاب من شيء أحكست القرآن كالو شيء مرك حديث والبا حديث المكان كفتان وحي وصار يقول لفسد هانت إن أي آيضا قرآن كشرحان حديث الباب كقصة أراري شكو هذا موضوع آيضها لم يتكا بوهر مرنة آيات مركة ونوشيك وحوي ما دام حديث رمت إلا الشيب قصة أراري ونوشيك يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مؤمنين إلهي كبقى الله قال يا هرون الشيخ يا شاه كرنت الشيخ اللي جركوا ذا النقضة يعني معنى هلك أكفر إنسان يحزبي أتكتر سنان إنسان يقلل أتكبير إنسان هنقضى أنك صادقين ده وهديب صادقين قال ملء تاقين فدارت خصوصتان أيضاً وحين وصل مرتي سو نزول كيدو حواها قصة كعب دايرين مكة ليسو شيكي وحين نصول مرتي مركي أردت وكجبت باري هل كمورا منافقين تأمو إيشيغان مرمرسية بيانا فقال كي تغوك أسانة في السقالات وحالب دعي عسليت وإلهي وكومة عابي العسرة قال ادي دعاء الاولس وقلق يعني معنى سيال بقول كيلومتر بلس لجري كل الوجري بيه بقت كائن لهلو راشين كي بقت كائن لهلو قالي بلو كالتمي وحل مبوسني تمرتاس اوس كاس حيوانك هيا ويح كصب بحايا حلقه ديان جري حاله ادق باهيت مركا ضد واحد جري بدن او كهري لكن سدحنين با سيجاره ديره الله صاره وانا ايمان كوده وحاكمها كعب مركه كعب بيقولي هي وحان اوغادي الصدق منجين كنتو ان تغبد بادي وحبد بادينيس انا ابيري كعب او الهي يغدغي نين هدلي كرا غر نقصان كرا افتهنا هذا الكيس عاد كو غوسن كرا و هو دونا شيغي كرا يا هدانا وحان دور بيدي ميري انتي عن دربية راس مرح لدعي لها انا رنت أباره او سيتها او شاقه إله هم يقوبت بهديه إله مركزها اللي كدب آيالها صلا بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من ثم تاب عليه إنه بهم رؤوف الرحيم على ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوبوا إن الله هو التواب الرحيم أيضاً مركز إيمانية دلوا على أيضا الواد حيري وقال تعالى والصادقين والصادقات أيضاً وحي الاحتال أيضاً صورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحل صابضة على والصادقين والصادقات رك الرونت الشيقي يضمرك الرونت الشيقي آخر كم حال شيء عد الله نومة فرأت الأجر عظيما إلهي من الدبلاه في أجر وين الديارين فضنا جل وعلا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم أيضا نحيك صورة في سورة محمد هذا يرون شيء إليه يرون شيء قام ساسا ونكسا ولي حديثة كصورة آيات كصورة البدين وما يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مركب الصديقين وكجنا ذكرون تشيء وذكر أما الحديث
فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول قال أمين إن الصدق رنت رنت أول شيء يهدي رنت أصوح الكهن ونساء أي صاحبها إلى البر وناجى إسم فلك وإن البر وناجى إسم فلكنا يهدي قفك الكهن ونساء إلى الجنة جنة قف كهدي رن إن كجد كتبه رن إن وشاجه قف له النقان البرك اللي ما إلا رن تنحى وشاجه يسا إلهي درتي رن تمركة ومدك وله مرك مرخات الله قاعد ضلبه سدى يته وشاج ورن مدك وله وين قف مرك وحالك يقول ليه هم مير ميرين يوحي وقت يسي ما شيء وقت يا الله مسا وشاج رن تواتن كله هدي لك ودي حقها كبين شيء ونسيت هؤشة مركة قفك مركو عادة كدلك ترونتي ومر البضاء وقال يا حضيرة دي لقوم مقعبة ماشي لقوم مقعبة البر بر مركو كجل وضضي الجنة وإن الرجل قوي نبقى صلى الله عليه وسلم نين كان أما قفك بين هذا وإن الرجل شخصي نين يناقب وشو قال يا لا يصدق كورون شيء حتى يكتب إلى القرى عند الله جل وعلا إله أكتسى صديقا رنبضنا يعني قفك رنت على سوء غير لغانا يقول قارة هير لصية تايتا لا هير لا صديق أبو بكر أنا صديق سوء هو كذا صديق بات قارسة درجة بات قارسة مركة وإن الرجل لا يصدق معنى هذا وام حي مركة اليما صديق نماذا لو مقار هل مربع رن شاقي بعدين هبلو أي واحد لو يدي رنتي بان شاقي أم رن بان شاقي الركاب عن كرون شيء معناه إذا ما فعل كلا يصدق وفعل مضارع إلا أنت تبكي كما يشى صادق شيء وحي موجين إساء ديمومة واستمرارية وإن الرجل ليداوم على الصدق وهو دائم وجوكتين يا وعادة كالدقان يا وديدا كيسا كالدقان إنه رون شيء كد من نوحه قاري درجة اسمه قاري إلا نقفك مركو الربيع من وح قاره علم برشاد مالين كله الحديث اللي يسمعني إذا ما وقت بضم بتجيلي نسا هل مالين بتكلم ننت كذانا يعني إذا ما وأنا بود هل مالين بنصوم يعني صوام يعني إذا ما ولذلك درجة صديق صادق صديق فقط والحمر صادق قد تكون صادقا في أمر ما أرن بكل شيء كتبه صادق رنب شيء وحضرا لكن صديق أبو شقديس نلش يساوي هنا صل وحنرون هنا أم شيء وإن الكذب بانتين يهدي قفك وحوق إلى الفجور فاجر نمو كلمة فجر مادة فجر في اللغة العربية فا يجيم يرى ماشي إسا تكتبه ودح جباحي لدح جباحي إلهي عاقل يا شيس أم وحبا لغوتو مانيا وح إسهيستي بلغا نحب عدينتي إلهي بقى ما لغا بعيا سادرتي قرح مركو لإنفجار بعد عمر فجر فلان نفسه وحلمي ذو عطاب مقشان حبوق قرحي وإش قرحي كلمة دابة الأسفاء جيم راه محايا لك مال نبض أي تيل بوكان أحبحي ضب بوكان أحبحي وحبوب البولية كلمة دو أساس إذن يهدي إلى الفجور فجور كوا محدين تيلها بكتب مانيا حدينا والله هاي كان صمع كان حولي سدع كان وحي سقال إلى بمبو شيء وإن الفجور يهدي إلى النار فاجر نمو وآه إن الله الدين تي سمع الله قد عنا قفك وحي قل لي إساء حقا يا نارت وإن الرجل لا يكذب وحنا لعك تقفك أنه بان شاقه حتى يكتب عند الله كذابا لا إله أكتس الله قرب بين لو كاذب يكذاب فرق بأول حيامر كذاب صيغة فعال كاذب قد يكون كاذبا في مسألة ما في شيء ما أحبك بانك شيء كذا لكن كذاب هذه شغلته شغل كلا ومقبو إنه بيش يا جماعة الفرق بقول لحية متفقين عليه إذن بين لو لغم النقض من هل بين بو شيء لكن كذاب لماذا وحال وجارة بحش يسوق في سوء العلية الثاني عن الثاني أي الحديث الثاني من أبغى من أحاديث من الحديث الواردة في الصدق عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يسقي أبي الله كرده قال أحيل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسولك وحان كحب دي أن كوي إليه إنه لدع ما يريبك وحي كشكي قلي كتك إلى ما لا يريبك وحان شكي كجليني من آد فإن الصدق رنتي طمأنين وحسلوني والكذب بانتي نريبة وشكي رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قوله يريبك بفتح الياء يريبك ما يريبك بفتح الياء مركا كان إيه يريبك اللي له ضمها مركا دع ما يريبك إي دع ما يريبك لبضبة الإمام النووي ضبط ونوصل ومعناه اترك كتك ما تشك في حله وحد كشك سنت إن حلاله نانا هين واعدل ولا حقه إلى ما لا تشك فيه وحان شكي كاجدير أنا كشكيين وحا أدول صدح قضب شيء حديث كان وحي كشكي قلي كتك يعني معنى وامحي وحي بعد شكي كاجلي شكي كاجلي وحي عاد كاشك بحي لهي الأدوي هنا مركة وحي ما نقلنا حديثة كان القاعدة الفقهية المعروفة في القواعد الفقهية وصول كمركة الأدوي مركة وعن كشكي إن ويسقى وإن ويسقني مثلا بس أنا كشكي مركة منطقة الريب هل كشكي يججر ويسد لكن إلى ما لا يريبك أو ما لا يريبني وأمحي هنا ندب أقول لك حالة دي أنقول لك كسر بحي أنت المسجد أنا سوق الحالة دي أنا ويسمي أي دور نسي ما دور نايل هدي أنا ويسي دور أنتها يودن بيسي وأن خصوصة إلى ما لو يريبك تحصى إياه إن ويسي دور أنت مركا مساج سوق لاي هداني ويسي دور نايل ماشي اللي ويسي سل هانا أنا أدين أن سو ويسي سل شكي مركو إقلو حالة دي مركو قدن بيسان قصانيا مركو مروا بحالات دي قدام مسمك إلى ما لا يريبك معنيه إذا ماها إن الحالات دي هرأنا كم استسحاب الحال الأول الحالات دي أساسي جاهد إنها تكلم حدي معنيه إذا ما أعكرم إيضا لم بدا حيابها قفك الشك وكالجلي وكالي حيابها شك لكيلي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حدي عجزتي إنه كتقه ما لا بأس به خوفا من أن يقع فيما به بأس وحانا وحبكو الجلين وحبكو الجبنين بالنبي إسكال في الجلسة وكبقي بحوين وخلعه مركة حديب الشك ويماده أنا كشك بعد هنا مركة قاعد فربنا بعلوم كل سنة حديثي كان وانا نصور مرتي القواعد الفقهية ساعة مركة المكهل لإني أمثلة فربنا بعلوم نصور بحي وبعض كوس عفصا فإن الصدق طمأنينة قلت مركو رنشة يعني مثلا مركة رنشة يكتب كمان بقاني سنين لقاعد ده بيماده إن مركة ده بعد هذا الدون هذا كان أسبوعية كمان بقيسي كما خاص بين هارك إنها تحفظ سيلم بين باش يكتب بين أنا سوء عيسى طبعا طاي سيئة بحفظ سوء إلا واتكال هلا يساعد يعني وارون وحي إله يقول أوكي أشياء ما أنت هدي له ويدي طبعا سأنا كدي بهدي له ويدي إسكو سوين بعد بشي يقيس وحول ولا نكو محيس لكن بين تصمع ريبة بين تو إيضو حي لا شك قف يسجر مولو الباكو يدير ولذلك أرق سؤالها أقول بلا ينين هذا يورو ما محي قفل بيتي والله صوت قال ماشي باكو تاجن بأنتي لا رصوا قل حقول أشياء كور مجا عن مجا عين هدان كده باصبر كمجا كل هدول كقرية جوزو حجين كرا مهرك كور ما دعيا ما دام مجا عس مجا عي أنا يعني مجا عي وحلب هبل لكن مجا أنا يقر ما دام أنا مجا عن سوق قرحي وكله إله نم قرحي مجا عن سوق قرحي مجا عن بوها وكله مركا كور هدان ده سجل محسن بين مركو الشاغة وهويدي وهو كان إسلامتي سو هو كان إسلامتي وهو كان هويدي وهو كان أما وبين الشاغة ما حسن نقف مرة بالعزلية شين كو قاعدة شكي بك جديد وحلم إذا شقوين كألا كفير صن يقف كمان دلن بين انتو الشاغة وحون هل أنا مركو هربا ظروف بان نسوه دي لكن حتى وحا رنتي هبان قف كمركو بين تشاغة ماشي نقا استاد وابا قرانا إكل كنور ويبان شيء قرانا دود الإنجليز كأحد المحبش يوصي وده عمرك هلا أحد المحبش يوصي وده عمرك يسوي أحد المحبش يوصي وده مركو قرانا يقف الضرورة اللي بحالة جارة قصتي باش إنه دور مركي قر حسن هذا محاكينا دور مجاعين ويسين مكلاشي محاكينا دور باص بارين محاكينا إذا المركة ريبة ده سمركو جريس يقولون ما حسي لي شيء والله على مسؤول بأوصاره روحوا تلميذي
حديث وقال حديث صحيح. ولذلك بضنا حتى مركي قف دتك يو دم بارس الصمي مركي دتك باريا وقف قال ير انت اللي قول حرر ير قرر كان مرهرت لا اسبوع ماشي كبير ونال هذا قرش ده إلهي ماشي إنه جي قف مركي سلك على الجلي مالمو خلق هذه كلا صعبة قف مركو دم بيجاله أو بان شيء ما حصلنا كده كما صعب دايس سجدا عادي ما لكن مركي وحبا شقق ولا هينو سيد تهي أشيغ بان أنو شيغن سيعادي وصيحانيه فهي كم تعيابها اللي قبع على قفك كان إنو دم بيقال إنو سيد دم بيقال ولكن رنتو طمأنينو كلمة طمأنينو مركب طمأنينو ده لغة العربية وشي حسلا وحي نهان وحوق حوق بضان من خلق الله جل وعلا خلق إلهي وحوق بضان طمأنينو وحوق بضان شيء والباء الله الشيء مركل يا دبيشة دبيشة وحكي حق بدن بورت بورت وحكي حق بدن قف بين آدم من آدم وحكي حق بدن هرد الله أنت هرد الله أنت وحكي حق بدن طمأنينة طمأنينة قف مركو هرب الدنيا من ماشي أسعته يهدي كجور رجنت مركل الجاهد ولذلك إلهي سبحانه وتعالى وعلا بذكر الله تطمئن القلب درجة ذا وحقول وإلهي حسكي سلك الله حلو وطمأنينة طمأنينة ده حيكون جرتها رم رم مسبر هنا أفك هذا أفكار واحد رونها إن يصاب بحن الثالث الحديث الثالث من الباب عن أبي سفيان صخر ابن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل حديث الهراء في قصة هرقل قصو أرار قال هرقل الحجري سيرضا ونغوص ومرق فماذا يأمركم يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو إذن فراء محمد هو إذن شاقة قال أبو سفيان باب في الحديث وريني قلت حانري يقول حودها اعبد الله إلهي عبد وحده كلدي ولا تشركوا به شيء محبه الله ولا جنين واتركوا فرح كربحا ما يقول آباؤكم أبيوي وحى إليهين شركيات كفرح كربحا ويأمرنا من فراء بالصلاة إن لم تكذب والصدق إن رن الشيء والعفاف لو سنانت والصلة حريرك إن ذاتك قرابة الحبيب متفق عليه إن تصلنا فراء ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ديكي وليمد مفردات على عبد الدين كسوكوبنا وحكمنا من هذه المفردات ومن هذه الخصال الحميدة النبي قدتك وفرج روح حكمنا الصدق الرابع أي الحديث الرابع أي الحديث الرابع من الباب عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري أرقبل راويا من حليه نيكا وري وحال لأبو سعيد بوها ماي أبو الوليد بوها ما أنت محا لو على لو على ديدة إنه بام كله يعني يقول لي أنت أنا والله شيء وهو بدري وعندين أتي بدر جوريا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي النبي من سأل الله قفك إلهي ويديسته تعالى سريه إسكس حالكاس فاصلة لكل جستاي وخطأ من بعيد الشهادة شهادة قفك إلهي ويديسته بصدق إنك ويديسته بلسان صدق بلهجة صدق بقول صدق بقلب صدق رنكو جيست بلغه الله إلهي بقارسية منازل الشهداء كو شهداء ما لها أي دقيهين بوصص في درجات إقارن بيها قارسية وإن مات على فراشي هذا كل انت أقوشي سيسوى صارا هو مسلم حاولت الإله شهادة يقدي الإله شهادة يقدي حتى هدي أضو صررت هذا صارا أفراش كاية صارا وحكتين يرأني كبؤولين وحوك شو قارين مر بهذا تكرون شيء تكلمة دائية ذا إلهي أضو مشجوه هو أرزقيا وعيدها العلماء وللحديث قياس آخر أو شيء والبؤ نبكاء مرهد إلهي ويجي سنست إله القرآن كيحدثي بعتري نبكاته أهم والد دعي سنة آمين تعالى ضبي كاتا يصوم وأكي حفديه تبيد الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى حاجة يجيس يصوم إنه قاعد مقيم للصلاة ضب ويجيس إلهي وأكي كسي بيد الله سبحانه وتعالى لأن الله لا تعظم عليه شيء سأله عبده إلهي وحاجة يجيس تي الله أضانا إنه أضان ما أوحان إلهي أنت وقع مهار صن كونك كان أنت اللي جبروت كان اللي ملكوت كان اللي وحى صوت الله حن عنا لمحن ويدسني محيي خلطوا ربا بالقولي هدي مال انتي سوقي مادان وأي بريت تقام وإلهي قعمه وهرصدان هدي إلهي أوسيو سير بضير
ee badweynta saa loo daray waxaanay kala soo laabanayn baan kala soo laabanayn waxaan helin yani wax weyn ma ilaa agtiis milkiisu waxa kuma laakiin adiga waxa lagaaga baahan bisidqi waana sababt shuruud ducada ay ka mid tahay in qofka uu muuqin bilijaaba waa inaa iska dhaadhicisaa ilaahay uusan kusoo celinayn ku day maaha amu ilaahay kaa yeela amuusan kaa yeelin maaha ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه انك يقينسا وان مركان غعمها ان رغنايو ان هبا ان الهي سينه وين غدا دحسنت ما هي الحديث النسائي وحا ان الله يستحي ان يرد عبده صفرا الى وكحشان ان ادونك سفر مرن وسكيلي ادو انت غعمها تاغتي اصوح كسينين ان هلكا اد كون غود الى وكحشان جل وعلا صدح ميدون بين قنيس مركان ان مركات هيشت مركي بينا هيشت إن دبل وغنيقو إن مصيبة صوصعت إلهي كاقي عليو مصيبة حقا كاما ريس أدوان صدقان الله بحين إلا صدقان الله يتقي مساري عسو وين هكو قرني لكن مصيبة دا إيادا إلهي محو كاقي اللي حيني وحكرا ما دعوة مالك لكو الدي با إلهي ماشا وقون دي هل كان باي مناسب قطع مالين بارتين لغو بدبادي ما مالين تاكوما قرنينا ما انتا كاقباه بلان هل كان با إلهي سبحانه وتعالى قول دي marka marna ma dhacayso intuu qofka intuu gacmaha ilaahay u taagto isagoo gacmaha inuu soo noqdo naqulma wax ka khayr badan ba ilaahay kugu bedelay necessarily ina wixii aad waad weysinaa weydisatay inaad heshid maxay wax laga yaabaa maanta bal dib ugu laabo noloshaada waxaana soo maray waqti aan leenahay waxaan ilaahay noo sahlay laakiin hadii ilaahay noo sahlay ma aan ka dhici lahayn walaa ilaahay baan dhaafi barigi wayna ka dhigna laakiin ilaahay baan dhaafi oo taa dib kale tan wax karana ma oo hada idan sidku ومن حتى الدعاء صدق أبا أو صلاة دي رن أباهن صلاة دينا رن أتكتي أو صون كي رن أباهن عمل أبا رن أباهن إن لك رن شيء أباهن والحدان لك رن شيء أنا ما شقيني رواه مسلم الخامس أي الحديث الخامس من الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحي غزا وحاد لي نبي نبي بادوله ومن الأنبياء أنبياء كمين صلوات الله وسلامه عليهم إلى أين بدلين حريص الله دولي لأنبياء راس فقال لقومه مركو دولي دولانك وأسعلي بلح الله دكي سوح كيل لا يتبعني يا مؤسور راعين رجل نينو ملك بضع امرأة هنتي هوين يفرجي بمعنى حل شو قف لو مهري ان هوين لو مهري او مهر غلي او حدا كبدي مهر سدي وهو يريد والحال هو يريد يسغو الربا ان يبني بها ان لا اقل غلا ولما يبني بها ولن ان اقل غلي من مهر سدي او حدا مهركيس او دعي gabadhii uu meersadana wali aanu la aqal gelin kaasuusan isoo raacin yahadkiisan iraacin ko wala ahadun qofniisan isoo raacin bana biyootan guriya dhistay guriyahaas oo lam yarfac suquufaha saan qaafiyadii aanu kor yeelin gurigii uu dhisay hoos waa laga soo dhisay dhan walba waa laga dhisay laakiin daboolkii sare oo qaybtii ugu dambeysay ah oo finishinki gabagabadii baa u harsan iyo wixii la mid ah isagoo taa u harsan tahana يوسن يسور راعي ولا أحد قفني يوسن يسور راعي اشترى غنما أري سوء يبسدي أو خليفات أما هلو مركا رمان وينتظر أولادها يسوء يسوء إلى يقوع دلان يوسن يسور راعي طبعا حال دينة يا جهاد بالله سعودة غزوة الله سعودة دولان بالله سعودة حال الربا عمل كان الله سعودة إن لغو مشغوله لكن من حد مهركي كذا ماضي وقبلي ولي أن لا أقل قلن وإصلاح أن بركة يكون كفولين يهين وقلبي يسو حقا أجيره وهو جهاتي قبطة أمرك من ما أنك يسو بحسين هاي وفوفصا وقبلنا أمرك إكيدا قنتها ما أنتن حقا أجيره حقا أمرك اللي ماذا يسو إسكب أحسن وإسكجع على إسان بالغي باشا فلافت كل عضو وإلو أمو فوفصين وإن مركة أمرك دوسن تكلم حال القريبة هافوة يعني بمعنى ومحي قولي بها فمانتو حكا فكر يا مرك غور ما سانقاف كساري دونتا غور ما بيس دونتا غور ما دريسي راكيني دونتا كان حاليه ومرك ودي دونا غور ما يعني بمعنى ومحي
سدح ذا انقلبوا على الربا فغزا مكة نبي قدولي فدنا من القرية مجالذي ودولان كأبو كشي دواري صلاة العصر صلاة عصرك أو قريبة من ذلك وقت أدو صلاة عصر بكبك مع وقت أدو فقال للشمس قرح دي بولها اللي بيحو كير إنك أذي قرحي مأمورة والوصافري وهاد أمرنتها وأنا مأمور أنه والله يفروان أمرنا أذي وان أمرنتها وإن آد هل كي أدود على هاي وأتكب حيسن لهاي أدود على دعيل هاي بل جاري هذا أمرنته أنه أن أمرنا هاي أو نبي حال هاي تيري تقال قال أو جهاد قال وهذا نو شقان أصحنا بمعنى مركة قرح ما ها كان كرتو وأني قد كذي أي كشوي نعبد إسنا ما ها كان كرأو وأن هو شيء سفشده مركة اللهم احبسها علينا إله نو استاجي نو حير نو هاكي فحبست والهكي والحير حتى فتح الله عليه إلا إله سبحانه وتعالى ويفروه تقالك وهكا قال وكوكو ليس بمعنى ماني كيو اللور ديري مكة قبل كدو دعي لها وحلقة ميشن كيو السعودين ويسن فولين كيري لها وقت يومك اللور ديري فجمع الغنائم غنائم تيبو الري غنيمة نمحن كسر شاقني ومركب دقال لقاله وحيلا صافرته أي غنيمة لكم عامة هل كفيق وياي أيضا دقال للجلين ويحل هلو فجاءت يعني نار النار دباي من مكة مركة عادة وحاها هاي مركة غنيمة إيا لكيانو دبا يمادة دبا كامركو يمادة كدب ويحي نظيفا ولا لتقى ويحي آنان نظيفة ينهار كاس الله لتقى سيد اللو كلا سارو ويحي إني حراليين إني حراميين دبا كاسا كلا ساري وانا إمدي مركة الأوريي وضبكي ويمد لتأكلها نارتي إني عنتو فلم تطعمها نارتي أما ضبكي مبا عنين با ضبكو حيها ضبكو مركو إنو قلو عنو فقال مركة نبي كفير إن فيكم غلولا خيامة إذن كجرته حبال الحضي حبال ديتي حبال حتويا جرته فليبايعني من كل قبيلة رجل أي فليبايعني رجل من بيعه يلقل من كل قبيلة قبيلة والبحق يلحرك هذا خير والبرح نكرب عنين أين يصوت درام منك أو مركة أو بيها ربرزنتيفا يجي مثلا مركة بعد يلقل طبعا خير والبابا ماشي طبعا خير الله سعدا خير هو ساس أهان جرينه وحل سوكا شنجر غزود الجهاد كا خير ومحك لسوكا شدا أو مركي بيشن درق ويمادا نكلا دون طمع هاي المهم رهب بنين بوصاد الصدق رهب بمركب بيع نبي معنى بيع ولا جليا بمعنى سلامته ونبي يقول لك جليا واسكرين بعمرية سلام اسكرين كم مرة أكله أمودين رهب كاس إني نظيف فيه نن يا كم يدين حتى يا أنا الله إيمان مركب جعنت النبي كان ساعة ونيك جعنت أقولي يسوق عن قاضي يعني مركب ساعة اسمه صار في حياه هدي جعانتها سؤالي كل دقين نيكا جعانتي سردنتا جعانت النبي كل دقين هتام هذا معناته وحكا لقانتا هرارك سؤالي عيبك سليمه بحباني حالا لكن هدو اسكرين كماري وهذا وقعانت النبي اي كل دقته نحا ما شاء الله يقعبنا يا هرارك وحكو جرا نمو حالي فلزقت يد رجل بيده نن جعانتي سعيا وحي كل دقتي نبي جعانتي سعيا فقال مركب نحن فيكم الغلول راهب الهداتهين حتى يدر لنكيني أهات حتى يكجر خيامة يحتوي فلتبايعني قبيلتك مركب ما دام هالكاس فرت يكجر انتهي قبيلة والله مركب هاي هلا بيع هلا قش ومركب ينام إلا صوصف مركب نعم لين كحو صوغري راهب البو صوغري هدانا راهب المدل بمركب إن لجاقريوي في عنا لهي إن هذا أو سيستم كاسوكال ودير لها كل توقع لصوات بحلها فلزي قد يد رجلين لبن قعمه هذا أو ثلاثة أو يد ثلاثة أي بيده لبن أما سدح راوغا شكية قعمه هذا أي وحي كل جين نبيكي مركب لب الله قد فقال وحري فيكم الغلول
إنك خيانة سمي فيكم إنكم إن كجر الغلول خيانة دي وإصدار مرنتي دي تنتي حتى يدي إنك سمي فمن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة له وما كان نبي أن يغل ومن يغلل مرجع يضع معنى سوف سيرين معنى سيكجر مرنتي فجاءوا إليه مادين برأس مرح رأس جاسو مثل رأس بقرة لو مدح هذا أو كلا أو من الذهب ذهب ذهب أنت على الأك ولو مدح هذا أقول لك ما بيكانا فوضعها هلك الصدي إلا رجوا على جاسو صار ما كان مدين كنا فجاءت النار نار تبع تنات من دبك بيمت فأكلتها مركز النار تعونت ما دبك عونت الكاميرا لو مر بال مر البروسيس كي تشيكينكا مرنا نارته وجغريسي مركي نارته مركي وني ويد خلاص هلكا وها صوب بحي وها يمد علامات با صوب بحدي ولا نغبر برابرجي وحبا جيره مركي لي ريو بنها اسك سو صارو نينكا غانتي مركي غدكت ريركا هدا لين با سو غل هدانا دتي ودي لو غدا دعايا مركي دي هدا نارته يمانس افرتا بروسيس بال مر نبيكو خيره فلم تحل فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا غنا أنت إنك عندنا جهر رئيسي حلال واحد مجري بمعنى واحد ضدك يهرى مركة مركة غزوة للقرى والغزوة للقرى يا حوالها قالها لقى صوفرته هل كان صالح ديك يا ضبع إيماني ولا لتجي ولا مات يقول شققكم عليه هل كان لو قلت مجري لكن نبي صلى الله عليه وسلم أنك ضدك إنك جهر رئي ومجد إنك جهر رئي يقول حلال أما ينهي ثم أحل الله لنا إلهي ما نوحى للي الغنائم غنائمت إلهي ونوحى للي لما رأى ضعفنا مركو أركي نقول كي يعجزنا قابنتان فأجلها لنا إلهي دب النبول متفق عليه هذا مركة مركو النبي صلى الله عليه وسلم شن الرماد بأنيها اللي حل ومالي هو رأي اللي سي أنضتك يا الله في معها كمل الغنائم هذا دب مطمئنة الجهاد انتهي قلان وعدو يصور فرطان حوالها ماشي كلاس الله عبانا يان ولا قيب سنة مركو نيول بسامي يسول التريد ولا قيبنا نقول بإنتي سلسين لكن أما دي هورا قيب المجلين ولا صوق هذا مربى لسوكين إله بعد دب صمادة كصدر هالكاس هدي حلال تانا والعوني هدي حرام تا إزدامرين يكون جيرتين هالكاس الأبيتك كدي بدي بمركة للكبارة حديث المركة متفق عليه الخليفات بفتح الخاء المعجمة خاء دي بعيسن ولا قر دي يوه يوكسر اللام خالي خالي جمع خليفة مركلة جمعيوة وهي الناقة الحامل وهش يدو مركا يدو رمان حديث المركة هون نبري هون نبري رونتي نرون للشيغو حديث لكن بانو أي جرتو إلي سحبا أنا شقين حديثي وحديثي أنا إنت السادس الحديث السادس الحديث السادس من الباب وهو الأخير للباب عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان لبعض الروح وحكى لك قضانية بالخيار خيار بيكسك نادي دور شيء لي ما لم يتفرقا انتين كالتين أني أديك حانهاي لبعض الروح وحكى لك قضانية أني أنا وحانا معركتي بايع أنا حولي هايستا كان كاجريا كمبيوتر كان كتاب كان حبا كاجريا نال كان باك كاجريا أذن أنا حتى مشتري نيكي يسوي زبون كأها كلاينتي كأها حاجة جداً نبي كمان يقول عليها ما لم يتفرقا أي مدة بقائهما معا أنت وذا جوجان خيار خيار كمان حين عنده النيوح أنا ما أنفعين إيه هو معرفة أني راد ورنو كتاب كان ما نوع نسعدي ما بالك يسوي وعدي أمك محن ربي أن جالا ربي مسانا ربي فات كتير كده أنا وديه كراور يو شلمات كان أبيهن سوا في الله قدر وامد أم واجي تبادل كأجري ومقايضة أجرتي كان هو أنا كان يسي أنت ما تجوجنا خيار بالله نبي كمرق في فإن صدق هذا يرون إيش كشيء عن لبذ الناس وبينا أي عديان هو محل عديان محل هذا طبعا عدين تحضر كله وحين نقول كرتا نقود يو كله لعبتو ما نو بصرف كمال بتاعين right ما نو مال بتاعين ما نو up ما نو down دولار ما نو واسي ما نو مال مريا با سيستم بوليه لبا
كما بتيجي اما السلعه دي لسوق جيني لف هانتي يو لف كده ان كواليتي مثلا لا لا هاي ما تشاينيز بقى ميد ماركه اللي يقام بقى ميد ماركه اللي بقى ميد كلمه اورت وحرين اللي عدايو جاري ما كان قدان هنا ان جاري ده هو جاري كان حد كهرب وشيل جلي افرت التايره وينتر موته وهو تا كان كليه حد كهرب ما تركي صدقي ما يهد واوكي انجين كي سو انت بيو فوق صدا بنزين كلها كعا وانا كوش ادو صوم اما كو قاده او اله نيه ما دام انت سعلات كو شفتي ادو علادها قيمينه بل يقدم او حد ماشي اد يغسين له طبعا بل كد يتضرب ان علادها اصلا اسكا هاجينه او ماشي وانا شيل لكن هذا كان قال لي جميد هذا الشركه دي كسو بحي يدو صدح شيل وسو غليت iyadoo taayaradan mooyaan mid kale mid walba goomista marka loogu ka kacay yihiin oo aan ka shaqeynayn iyadoo motorkiisu injir marka nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu tilmaamay hadii la qariyo ciladii ee ceebta hadii la qariyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay marka waa kan xadiis qaybtiisa dambe fa in sadaqaha haday run isku sheegan labadoodi wa bayyana ay aadayaan ceebta iyo waxa kasoo ku jira buuri kale ma fi bayyana wallahu barakee kana shilmaadkiisa barakoobay kana wixii uu la wareegay وإن كتما هديس قريان أنه هو قبط هدنو دي قبط وكذا بين اسكو الشيغانو والله انت سيئ وفلي لها وحانا نجرين بان شيغي أمر كنتم اللي وفلي يا سدح مغول باندت كو شيغي وحان رأينا الله كجريو أنقاتو محقت ولزوليا بركة بيعهما هما ولا بادي إلنا لبادان بيعون بيع بركة يسي ولا قادة ولا ترترا ومهيب قاعده كل يبيع معها لان علماء واحد دهان مرك اللي جوبه بيوعده في الوكالات في الانك وحال لو حي معامله قياس ولا سري قاطع وحال لو باب المعامله مرك اللي جوبه ولا سري قياس قانوني وده سؤال مرك اللي هل قضايا النكاح مرك اللي هل قياسا على البيع وثاني فقاد ودهان قياسا على مساله المقاد وثاني دهان ايوه قياس قانوني هل كل ما دام بيع لو جرو وحاسوق ليه غوركي walaa roo markay is guursanayaan in roo la isku sheego hadaa hore u soo guursato sheeg hadii mid kale aad qabti sheeg gabadhii hadii hore u soo guursato ha sheegto inda qud bisraad ay soomaad kulli mishiigi doonta ha sheegto ma aragtay wax walba miiska la soo saaro hadii ay jiraan hawlo kale ay jiraan guur ka dhici sheego haduu jir waxna in la sheego hadii owlaad kale u leeyahay la sheego qofka halkuu ka soo jeeda reerku yahay ha sheego wuxuu shaqo uu meesho ka shaqeeyay ha sheego dhibaato haduu soo maray ha sheego waxa ka sheego cudur haduu jiro xanuun jiro maasha sallaa ilaahay aan xanuun ka saar jiro oo la ugu sheegay iyada ha kugu qaadato isaga ha kugu qaato haday jin qabta ha sheegta haduu jin qabo haday kugu soo booda ha sheego wixina ha sheego laakiin in la isku qariyo rabeenki markii aqalka la soo galay kiyo gudin la wareegay habeenka la arko oraalkuna dhahmay annagu ninka nin feeyo baan kuugin laakiin naagta sixirtay kulay sixir 24 saac markii baa fag aktifa ajaayibti suulay ومركي وسو بودي يلا سو قرين مرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له غوري غاس لبد الروح يعني حديث اما في قاستان حديث رو لا اسكو شيغو غوري برار بركه سو جلس لكن مركي انت لا اقل قال كدي من دو بابا او وما عرفت وخي سو عدادان وا خطرت لا حديث هو البون قفكو يا ايش او كيال غاس كسار او كيال مدو حوسن او غشين ها شيغو ماشي صادقو كوفيد حق سو دينا بدار لا هل هو قال كل تركيا تجي دونتا haqareenin haagsa sheeg hadda jiisaysid wax soo kale kor iqaada soo gashan iska sheeg waxa bayada ku qaadanaysan kugu diidis wax markii nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu timaamay hadiiska ama waxa ay qaadanayn hadii ba run la sheego wixii baraka yeelanaya hadiis la isku qariyo oo wax la qad qariyo wixii la qariyo qurun ba ku jira aakhirkana baraka laan ba meesha iimaanaysa ilaahuna wabillahi tawfiq.